يرافقني في التحليل والتعليق على هذه المباراة المدرب ربما الذي اقترن اسمه باسم كرة اليد للسيدات، وأتشرف أكيد بتواجده معي. محمد صغير جودي، مرحبا بك سيدي. الله يبارك فيك. إذن أنت معي للحديث على هذه المباراة والتعليق عليها وتحليل لقطاتها ونقاطها. هذه المباراة التي تعرف دخول في هذه الأثناء لاعبات الفريقين المجمع البترولي وأيضا نادي الأبيار لكرة اليد، هذه الكأس الممتازة في نسختها الرابعة، نتمنى أن تكون أحسن من سابقتها. محمد صغير جودي، طبعا كانت المباراة اللي فاتت الموسم الماضي كان مستوى ضعيف كثير، أتمنى أن تكون المباراة يعني أعلى على مستوى تقنيا فنيا ورياضيا، ونظن بأن كاين الآن أحسن فرق في الجزائر هما البيار والمجمع البترولي، نتمنى يعني تكون مباراة ممتازة يعني تشوق الجمهور. حبينا يجي الجمهور اكثر من هذا أكثر. بس ما جاش. هذا هو اللي تاسف فيه، كان زمان كان الجمهور قاعه حرشه او قاعه هذه البيضاويه دائما مليئه بالجمهور، لكن الان نشوف الناس غايبين كثير هذه يعني نتاسف ليها. نعم، رغم انه نعرفوا أن كره اليد يعني ما تقلش اهميه على كره القدم اللي هي اكثر شعبيه، يعني تليها مباشره كره اليد اللي دائما تستقطب يعني المتتبعين. كانت شعبيه وكانت تعمل نتائج ايجابيه في خاصه في الدورات يعني المنتخب الوطني، اللقبات يعني تاع افريقيا والى اخره، لكن نظن بان هذه جولة هذه اللي فايتها لازم يعني السلطات المحليه يعني يهتموا اكثر من، لانه فيه مشاكل كثيره وخاصه ماليه، وكما قلت قبيل لازم يعني المسؤولين يعني الكبار يعطوا اهميه كبيره، ماشي خاصه لكره اليد لكن حتى في وادي نتاكد في كل مره نتكلم عليها التمرين في الالعاب المدرسيه والجامعيه. نعم، خلينا نذكر فقط انه رئيس الاتحاديه بالنيابه هو الذي قام بتقديم التحيه للاعبات المجمع البترولي وايضا لفتيات ولاعبات النادي الابيار الذي نشاهد على الصوره، قلت طبعه ونسخه رابعه ودقيقة صمت الآن. كانت هذه إذن دقيقة صمت على روح اللاعب بكوش الذي توفي، أو بودالي بكوش الذي توفي في هذه الصائفة، وستهدى الكأس الممتازة سواء عند الرجال أو السيدات لروح المرحوم بودالي بكوش لاعب كرة اليد عند الرجال. إذا قلت لحظات فقط وتنطلق هذه المباراة التي سيديرها كل من شرقي أسامة وغول محي الدين وهما حكمان قاريان دوليان. نذكر فقط بالنسبة للقائمة الموسعة للتشكيلتين والمجمع البترولي في انتظار التشكيلة أو التي ستكون أساسية داخل الميدان، لأن مجمع لديه في القائمة عبد القادر سهيلة المخضرمة الحارسة صاحبة الخبرة مع المجمع البترولي لسنوات عديدة، تليها نبي باية مخلوفي كنزة فريد وفريد أميرة غريسي الهام، هذه اللاعبة المحترفة التونسية في صفوف المجمع البترولي، دراجيمان ولد طالب سعدية ميلودي أميرة وبكعبان مريم بن عبد العزيز هند صالحي تنهنان يلس نسرين بن صافية.
قلت كنا نستمع فقط لمدرب المجمع البترولي يلس نسرين بن صافي صابين على غرانيا وبن هلال أحلام ويدرب تشكيلة المجمع البترولي مولاي فتح في حين تشكيلة نادي الأبيار في حراسة المرمى هي صاحبة الخبرة واللاعبة الدولية لاعبة المنتخب الوطني سابقا ولاعبة نادي الأبيار حاليا سامية سحابي حدادي أمال العور نسرين دنداني مفيدة صالحي عقيلة وحسناوي رتيبة عمراني نسيمة بن سالم يمينة بالوشراني فريال لينا سليماني لودميلا يلت وأسيا شايب عايدة فركاتاجي وزينب مسلم ريم قندوز هذه هي تشكيلة الأبيار في انتظار التشكيلة الأساسية التي ستدخل الميدان ويختارها المدرب كريم عاشور الذي يبقى في العارضة الفنية لفريق نادي الأبيار الذي ضيع الموسم الماضي ثنائية الكأس واللقب أمام ذات الغريم ونفس الفريق. سيجودي ماذا يمكن أن نقول على هذه التشكيلة وعلى هذه المباراة ربما بالأرقام نتوقع أنها تكون كبيرة؟ طبعا أحسن فرقها هم هنا في الملعب لازم يعني كما قلت قبيل يعني يعطيو نظرة خاصة على كرة اليد النسوية لأنها محتاجة إلى هاد اللاعبات قدماء هنايا سواء في الجي اس بي عندهم خبرة يعني عندهم خبرة نظن كاين في البيير أيضا كاين في ميدان لا فورماسيون زادوا خرجوا بنات صغار لكن كلهم عندهم خبرة ولكن كلش غادي تركز على تحكيم النفس على اللاعبات الان طبعا هذا هو اساس المباراه. نعم وتنطلق المباراه في هذه الاثناء قلت بالنسبه للتشكيله الاساسيه لنادي الابيار يدخل ببنابي بعبد القادر سهيله مخلوفي كنزه حميسي سهام غريس الهام وبن عبد العزيز هند واول عمليه هجوم بالنسبه لنادي الابيار في منصب الموزع لعيبه رقم 20 بالنسبه لنادي الابيار سليماني لينا نحاول أن نشاهد عروض طيبة بالنسبة لهاتين التشكيلتين والحكم يقول خطأ لمصلحة نادي الأبيار هنا ما فيش خطأ أنا زلقت وحبت المفروض احنا نعرفوا أنه لما الحكم يصفر خطأ زلقت الكرة ونعرف أن نحن أي يعني شوية قطرة ماء في مساحة اللاعب بالنسبة لكرة اليد تقدر تكلف إصابة يعني للاعب نعم إذا يستأنف اللاعب للاعب الموزع لينا في هذه الكرة تبادل الكروي على الجهة اليمنى من هناك محاولة وجود ثغرة لربما تخطي دفاع المنطقة ومسترجعة مرة أخرى في هذا الهجوم المعاكس للاعب رقم 13 المجمع البترولي ضيع أمام سحابي سيجون سحابي لعيبة كبيرة طبعا سحابي كيف تقولي نسيمة ضب عندها هي تمكن وتقرا اللاعبات خلينا نوجه له اول اصابه لنادي الابيار في هذه اللقطه وسنشاهد الاعاده من جانب اللاعبه رقم 7 حسناوي رتيبه التي تمضي قلت الاصابه الاولى لمصلحه نادي الابيار تذكرت نسيمه دوب نتمنى لها كل التوفيق لانها كانت مدرب مساعد للمجمع البترولي والان راح تقوم ب ربما تجربة كبيرة عربية وتجربة احترافية نتمنى لها كل التوفيق لنسيمة دوب مع نادي الجزيرة إلى غاية الآن يعني في الإمارات العربية المتحدة كل التوفيق لهذه اللاعبة اللي صنعت مكان عندها سواء كانت لاعبة أو حتى مدربة رغم صغر سنها في مجال التدريب قلت دائما أي قطرة ماء ممكن أنها تتأثر كثيرا على لاعب كرة اليد وفي المساحة يعني مخصصة للاعب لأنه عديد الإصابات جات مور هذه القطرات الماء أو قطرات العرق يعني صح التعبير خلينا نتحدث سيجودي على كرة اليد النسوية نقول أنه أنت صاحب أول يعني ميدالية ذهبية في الألعاب الإفريقية بالجزائر 78 يعني أنا شرف لي أنك متواجد الآن معايا وراك تحلل معايا في هذه المباراة صدقني يعني كنت وراء تأسيس النواة الأولى لكرة اليد للسيدات بعد هذه الإصابة يعني نعم سهام نعم للاعبات المجمع البترولي اللائي عدلنا النتيجة وإصابة لإصابة في هذا الهجوم الثاني لمصلحة قلت نادي الأبيار قلنا أنه كرة اليد للسيدات اللي تأسست
على يدك انت منذ سنه 67. لو نشوف اليوم فريقان فقط في كره اليد النسويه راهم يسيطروا الان هكذا المجمع وايضا نادي الابيض، ما نقدرش نقولوا انه حاجه مليحه لما يسيطر فريقان، هل هذا يدل انه ما فيش عمل؟ هل يدل انه ربما تراجع التكوين في كره اليد؟ هي مساله تكوين اولا التكوين، وتكلمت قبيل على البطوله المدرسيه هي اساس لا بروموسيون تاع كره اليد في كل بلدان، كل بلد تروحي في اوروبا او في حتى في اي مكان الى ما فيش يعني تكوين في الدراسه مستحيل تعملي اي حاجه في هنا. الان شوفي لما نشوف البطوله في السنة كاملة ما كاش كاين الأبيار والمجمع ومستوى ضعيف 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 جدا، وهذا يدل على ان ما كانش ما عندهمش الإمكانية التكوين ما كانش فعلا. عبد القادر في هذه الكرة طويلة وتخرج يعني سوء تقدير لسهيلة عبد القادر لهذه الكرة. هذه نرفزة اللي دير هذه الأشياء كما هذه، ما ينفعش تعمل يعني غلطات كما هذه، خبرتها ما تخليهاش ترتكب هذه الأخطاء. كرة لنادي الأبيار دائما في هذا الهجوم والتوزيع لنا في هذا المنصب، محاولة التوغل وإصابة أخرى وناجحة للمجمع أو لنادي الأبيار الذي يسجل بالمناسبة الإصابة الثالثة له، وهذا العمل الفردي كرد فعل لنادي المجمع البترولي عن طريق غريس إلهام تونسية هذه المحترفة في صفوف المجمع البترولي. سليماني في منصب الموزعة، محاولة ربما الدفاع المتقدم بالنسبة لنادي الأبيار دائما عن طريق حميسي إلهام ثم سليماني مرة أخرى لنادي الأبيار في هذا الهجوم، محاولة إيجاد الثغرة التقدم وسهيلة عبد القادر تتصدى لهذه الكرة. مالي هذه عشتها هذه؟ هذه قطرات لا أظن ربما ممكن يعني ستمسح هذه القطرة أكيد لأنها ستعيق لاعب أو لاعبات الفريقين. بين قوسين البيار كان عندهم فرق عندها سنتين احسن فرق لك، لكن راحوا لها عده لاعبات في فرنسا، واحده تزوجت وكانوا انا نعرف كانوا ثلاث لاعبات اساسيات اللي تركوا النادي، زوج نظن راهم يلعبوا في الخارج. نعم بصح نعرفوا انه نادي الابيار نادي مكون يعني مكون، هذا واش عنده مليح يكون اي، لكن من المفروض انه لما تروح لك لاعبه يعني تقدر تطلع كما نقولوا احنا من الوسطيات ومن الشبليات يعني تطلع حتى تعوض نقص الكبريات. كره دائما في هذا الهجوم المعاكس لهذه التونسيه المحترفه وامام سحبي تسجل الاصابه الثالثة وتعدل بالمناسبة النتيجة لمصلحة المجمع البترولي الذي يبقى هو المتأخر في النتيجة ويبحث دائما على تعديلها في عديد المناسبات. وهدفين هجوم مضاد، هدفين هجوم مضاد. سليماني يعني الرجوع للدفاع من طرف البيار صعب. بلوشراني مرة أخرى لسليماني على مستوى الجانبين البيار. ومحاولة هذه التوغل إصابة أو سوء تقدير لهذه الكرة يكلف هجوم معاكس للمجمع البترولي الذي لم يحسن ربما التحاور مع هذه الكرة. نشوف سيجودي تسرع كبير بالنسبة للاعبات، تسرع كثير نظن هذه النرفزة في بداية المباراة نظن إن شاء الله ما تمدومش لك فيها عدة أخطاء تتسبب سواء البيار او المجمع البترولي خطا اخطاء يعني ما تصور ما لازمش تكون في هذا المستوى هذا فعلا. مستحيل فعلا، وهي اول لقاء يعني منذ بدايه الموسم، نذكر ان البطوله عند السيدات لم تنطلق بعد هذه الكره، محاوله ثم التنافس على اخذ هذه الكره يعني راحت من جهه المجمع البترولي ثلاث اخطاء ومن جهه البيار خمسه يعني كثير يعني بعد سبع دقائق لعب. نعم
وتعادل ثلاثة مقابل ثلاثة إلى غاية الآن. قلت تبادل كروي، منصب أو تغيير المنصب بالنسبة للاعبة سليماني بعد ما كانت في منصب الموزع أصبحت على الجهة اليسرى، والكرة تخرج يقول لمصلحة الحارس عبد القادر. سهيلة للتونسية في هذا التوزيع وهذا التمويه وخطأ لمصلحة دفاع المنطقة. سليماني توصل على هذه الكرة تحور جيدا للاعبة رقم سبعة من قبل نادي الأبيار حسناوي. حسناوي عندها خبرة، حتى طول قامتها حسناوي ساعدها على الارتقاء. يعني تحط عدة مشاكل في الدفاع تاع المجمع البترولي اللعيبة هذه. غريسي إلهام في منصب الموزع للمجمع البترولي، تبادل كروي، محاولة إيجاد الثغرة ربما لخرق دفاع منطقة المجمع البترولي، وتحسن التحاور جيدا في إمضاء هذه الإصابة الرابعة وتعديل النتيجة مرة أخرى بين التشكيلتين. نشوف الأخطاء وكم أيضا البطاقات الصفراء اللي راهو يمد فيها الحكم. نقولوا المجانية نوعا ما، ربعة إلى غاية الآن، تعادل في الإصابات. تلاحظي منذ 10 دقائق ما فيش تغيير في الهجوم، في نفس دورات الكرة من جناح إلى آخر، ما كانش يعني سيستم يعني تاع ديكالاج او اي حاجه. لان نشوف فيكساسيون باس فيكساسيون باس، هذا واش كاين. هذا سي جودي لانهم عنده بزاف ما لعبوش، يعني كره اليد والمنافسه لم تنطلق بعد. صح مازال لكن انا اسف في المستوى تاعهم ما لازمش نشوفوا كثير اخطاء تكون، لكن ماشي كثيره كما هذه بزاف. حتى نشوفوا ايضا يعني تاخر في انطلاق البطوله ايضا المنتخب الوطني للسيدات، عندنا بزاف ما شفناهش ايضا ما عدا مشاركته في الالعاب الافريقيه مؤخرا بالمغرب. ايضا نذكر انه احتل المركز السادس المنتخب الوطني الجزائري اللي شارك بالفريق الاول، شارك في الالعاب الافريقيه المختتمه مؤخرا بالمغرب. ايضا المنتخب الوطني الوسطيه يشارك في البطوله الافريقيه بالنيجر. نعم بالنيجر. نتمنى اكيد حظ موفق للسيدات، ونتمنى ايضا ان تنطلق البطوله في اقرب الاجال بحكم انه البطوله عند الرجال ستنطلق يوم 11 اكتوبر المقبل. وإصابة أخرى تعدل بها البتروليات النتيجة في هذا الشوط الأول، ونحن نلعب الدقيقة 20 منذ انطلاقه، 5 مقابل 5 والتعادل يسود بين التشكيلتين، لأنه نعرف أنه المستوى متقارب جدا رغم أن المجمع البترولي هو حامل لقب ثنائية الكأس واللقب، وكان النادي الأبيار ضيع الكأس والبطولة أمام هذا الغريم وأمام نفس النادي. كرة دائما لمصلحة الأبياريات في هذه الكرة. سليماني مرة أخرى، ثم بلوشراني فريال مرة أخرى، بلوشراني على الجهة اليسرى وتضيع الكرة، تخرج الكرة أمام نصائح المدرب مولاي فاتح مدرب المجمع البترولي الذي يطلب من لاعباته ما يخلوش ثغرات ما يخلوش فراغات راح تكلفهم كثيرا وراح تسمح لهجوم الأبيار أنه يعمق الفارق أكثر. محاولة التوغل غير موفقة بالنسبة لابن عبد العزيز هند في هذه الكرة، وهذا الارتقاء الغير موفق فوق القائم أو فوق الإطار مباشرة تعود للاعبة غريس إلهام في هذا الهجوم على الجناح. العودة إلى الوراء، محاولة الارتقاء موفقة إذن الأبياريات في تسجيل هذه النقطة، واللاعبة أو الإصابة واللاعبة رقم 8 هي من سجل هذه الإصابة على الليج رانيا. أول تفوق للمجمع البترولي منذ انطلاق هذا اللقاء وهاته المباراة. سليمانية
سليماني مرة أخرى لبلوشراني، بلوشراني محاولة الارتقاء تعود للوراء، وبن عبد القادر باليد اليمنى أو اليسرى في المكان المناسب. وكأن المباراة سجود راهي بين الحارستين. الحارستين وما البير مخصوصين شوية من الذراع. كما حميسي. نعم. كرة دائما للمجمع البترولي في هذا الارتقاء والعمل الفردي للاعبة رقم 6. حميسي إلهام. دائما سليمان في هذا العمل. هاي شوفي لها كان عندها الوقت الكافي يعني انها تصوب باتجاه يعني المرمى تلت ثواني بوم يسجلوا ما فيش حضور تضييع اخر يعني نشوفوا نفس الاداء ونفس اللعب ضعيف 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 ضعيف, ضعيف جدا ضعيف يلا نتمنى انه اكيد نتمنى انه يرتفع مستوى هذه المباراه ويرتقي لسمعه الفريقين والنادي الأبيار يضيع مرة أخرى وهذا العمل الفردي وجه لوجه أمام الحارس السحبي واللاعبة رقم 13 مخلوفي كنزة تمضي الإصابة السابعة وتدريجيا المجمع البترولي راه يعمق الفارق في هذا الشوط الأول 7 أهداف 4 أهداف في هجوم مضاد نعم 4 و3 يعني أتاك بلاسي كرة دائما لمصلحة الأبياريات في هذا العمل وفي المنطقة نعم في المكان المناسب يمنع مرور هذه كنت راح نقولها لازم لازم الوقت مستقطع أكيد طبعا في هذا التوقيت يطلبه كريم عاشور نعم سنستمع لما يقوله كريم عاشور في هذه الأثناء لينا هنا كنت قادرة تزيدي تدخلي ان بو بلوس اونتر لي دي جوار بور ديكلونشي لو تير كان بو ديكلونشي ترو فيت لي تير امينا وعلاش ما تيريش اون اكستنسيون تير شو ان اكستنسيون جوي ان بو بلو فيت لو دمي لا ماشي شاك فوا اون با اتاكي شاك فوا جو دي ماشي شاك فوا شاك فوا تو فوا او تير ترافاي ان بو بلوس فلي مونتي دو بال فلي مونتي دو بال لو دمي لا راهي تو تون تو سيل شوفوا لي سوليسيون منا اي كونت اون روبلي اون ديفونس Vous êtes en train de replier tout le rire, le long, ou Houma y avancer. Un attaquant, quand il vient vers l'avant, ou défenseur, il est vers l'arrière, toujours l'avantage à la Ratiba. L'avantage à l'attaque. Regardez, c'est comme qu'il soit. Bien, il est déjà en dribble. T'avances, on tient tout le long. C'est normal. Mais vous êtes en train de faire ça. Encore, laisse-moi qu'il soit. Aïe, aïe, aïe. Bien, aïe. يعني ما قاله كريم عاشور في محمد صغير جودي هذاك هو هذاك واش قلت انا يا وخاصة واش قال في الأخير هي جاية بالكرة تهجم والأخرى ترجع له لا روح كونتاكت الكرة دي مباراة لعب تاع كونتاكت ماشي تاع ماشي تهرب تهرب من وتخليها يعني وتخليها تهرب منها إذا استئناف أكيد اللعب قبل 16 دقيقة بالتحديد عن نهاية هذا الشوط الأول 5-7 لمصلحة نادي المجمع البترولي إلى غاية الآن في هذا الهجوم المعاكس للبتروليات وهذا العمل الفردي والتمويه وإصابة أخرى في مصلحة المجمع البترولي للاعب رقم 13 مخلوفي كنزة الذي أو التي سجلت بعملية تمويه أمام سامية سحابي كرة أبيارية ما فيش تحضير في الهجوم ما فيش تحضير تعطيهم كله كله قلت سي جودي وكأنه ما زال سي أول مباراة للموسم يعني عندهم بزاف ما لعبوش هذا يعني لكن هذا ما يشفاش لأنه التحضير لازم يكون تحضير لازم لما ينطلق الموسم تكون لعبت أنت مباريات يعني مواعيد تحضيرية تكون عندك رزنامة للتحضير باش تحضر نفسك لمثل هذه البطولات ونعرفوا أنه منافسة الكأس ممتازة في طبعة الرابعة عودتنا أنه تكون في بداية الموسم يعني نادي الأبيار ولا نادي المجمع البترولي عارف أنه على موعد مع هذا النهائي طبعا ضربة جزاء إذن لمصلحة النادي الأبيار وهجوم للمجمع البترولي في هذا التبادل الكروي على الجهة اليمنى في وسط الميدان محاولة التبادل الكروي على الأقل لإيجاد الثغر ومحاولة ربما التوغل داخل منطقة الدفاع يعني فردي هذا جهد فردي فردي كله فردي قوم به اللاعبة سيام
سهام دائما حماسي. نعم من جهة البيارن نظن مازالهم ما دخلوش في المباراة، راهم تسرع كثير كثير. ما بدون تحذير اللاعبة تروح تقذف بدون تحذير، مش مستحيل 5 ثواني اب تروح تسجل. لا لا دور كثار زيد تنصيب تغرى. نعم بوشراني في هذه المحاولة ومسك من القميص يقول الحكم، تدخل على اللاعبة بلوشراني فريال. فريال بلوشراني هي أيضا عندها سنوات وهي تلعب مع نادي الأبيار، تعرف عندها خبرة لازمة، توجت مع نادي الأبيار أيضا بعديد الألقاب، ومن المفروض أيضا أنها تشارك بنسبة أكبر وأكثر مع ناديها في ربما بناء الهجومات وأيضا ربما الأداء الجيد يليق بسمعة هذا الفريق. هذه كانت بسعيدة لاعبة رقم 17. نعم بالنسبة لنادي الأبيار مسلم زينب هي خريجة نادي حواء سعيدة. سعيدة نعم بلوشراني في هذا أو في مركز الموزعة تبحث عن ثغرة وسوء تقدير للكرة مسترجعة بسرعتين وأمام سحبي. اللاعبة رقم 13 مخلوفي كنزة تضيف النقطة نقول أخرى لمصلحة أو عفوا نعم النقطة العاشرة لمصلحة نادي المجمع البترولي. هدي حاولت الإبقاء على الكرة واقتحام جدار الدفاع بالنسبة للأبيار بين أحضان الحارسة سهيلة عبد الخادم مسترجعة مرة أخرى. نشوف من وكأنه نادي الأبيار بدأ يستفيق تدريجيا على الأقل أنه يستفيد من هذه الهجومات المعاكسة. بلوشراني للاعبة رقم 9 بوكعبان محاولة الاحتفاظ بالكرة. خلينا فقط نذكر ببعض النتائج سي محمد صغير جودي انه دقيقتين لا قلت لك الان هذوك دقيقتين بالك نستفيد منهم لاعطاء بعض المعلومات بالنسبه ل اكيد طبعا نعاود نقولوا شويه للتاريخ لانه المجمع البترولي دائما يحقق نتيجه ايجابيه امام نادي الابيار. كان في 2018 فاز في هذه الطبعه خلينا امام اتحاد اقبو ب 29 مقابل 23. اما بالنسبه لمباراه البطوله وايضا الكاس فقد توج على نادي الابيار بالنسبه للقب الموسمي وفاز عليه ب 22 مقابل 20. كان نتفكر ذهابا وايابا، كان نادي الابيار فاز ذهابا بقاعه الابيار والمجمع البترولي فاز بالعوده، وكان فارق الاهداف هو اللي فصل بين التشكيلتين انذاك في التتويج باللقب بالنسبه لنادي الابيار. قلت انه المركز الاول كان لنادي او للمجمع البترولي ليبقى إلى غاية الآن يسيطر على كرة اليد عند السيدات بحكم عدد الألقاب اللي عنده المجمع البترولي، عنده 26 لقب يعني إلى غاية الآن، منها 17 باسم مولودية الجزائر التسمية القديمة، وعنده 9 ألقاب تحت التسمية البترولية. يعني هذا يدل على أنه كان يملك الأغلبية في السيطرة وفي عدد الألقاب إلى غاية الآن. سبع أمتار نعم والحكم يقول 7 أمتار يعني بعد خطأ لمصلحة اللاعبة التونسية إلهام غريس وتوفق في تسجيل هذه الإصابة رقم 11 للمجمع البترولي. كرة إذن
للأبيار على الجهة اليمنى بلشراني. مسلم زينب مرة أخرى تعود الكرة لبلشراني في هذا الارتقاء وحاول التوغل ووجه لوجه ضيع اللاعبة رقم 7 حسناوي رتيبة ولا توفق في تقليص الفارق لمصلحة نادي الأبيار. نشوف سي محمد صغير جودي أنه نادي المجمع راهو يسير تدريب راهو يعمق الفارق يعني بعد ما كان تعادل يسود الموقف الآن راهم 11-7 قبل 10 دقائق فقط. عادي بفضل الغلطات اللي راهم يعملوه الفريق الأبيار. نعم. الآخر غلطة شفتها ب 6 متر خرجتها على كل حال هي حارس عائلة لكن الإنسان ما وسهيلة عبد القادر تعود وتنهي الدقيقتين وتعود لحراسة مرمى نادي المجمع البترولي الذي يقود هذا الهجوم في هذه الأثناء. حميسي في منصب الموزعة محاولة القيام بعمل فردي فردي كل فردي وكأنه كان ممكن أنها يعني ما كانش يعني اللي يغطي من اللور شوف عمل فردي أخرى وإصابة أخرى وكأنه يعني راهي تنجح لما ينجح العمل الفردي نقوله معليش سي محمد صح يعني المهم تسجل لما اللاعبة ما تلقاش ربما الحلول اللازمة خاصة في التوزيع على مستوى الأجنحة مثلا أو يعطيو لها هي فرصة ما يعطيو فرصة للسهام تقذف في 7-8 متر نعم تاع الأبياريات نعم هو الدفاع تاع البير ماهوش يعني أغريسيف فعلا يخلي اللاعب يتواصل ماشي مليح هذا مسلم في هذه الكرة محاولة التوغل والجدار لا يسمح بالمرور أكيد منطقة الدفاع نادي المجمع البترولي عنده دفاع يعني محترم جدا محترم لا عندهم لأنهم البيار ما يسمحوا لهم نعم البيار اللي ما همش يستفادوا ربما من الكرات صديق البيار هم الهجوم بتاعهم كيف يقولوا لاتيغال مسطح يعني مسطح اللي داخل فيغ لو بوت يعني يسهلوا له الأمور يعني 8 دقائق فقط تفصيلنا عن نهاية هذا الشوط الأول بين نادي المجمع البترولي المتفوق في هذه الأثناء أمام نادي الأبيار ب 12 إصابة مقابلة 7 ضمن طبعا الرابعة من الكأس الممتازة بين الفريقين ونادي الأبيار يضيع فرصة تقليص الفارق في هذه الأثناء فردي كله فردي كله فردي لا 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 كرة أخرى بترولية على الجناح الحكم يقول خطأ مرتكب على اللاعبة رقم 19 ارتقاء جميل جدا لغريسي الهام هذه اللاعبة قلت التونسية المحترفة في صفوف المجمع البترولي الذي تلعب الآن في منصب الموزعة وتقوم أو هي متعددة المناصب هذه اللاعبة السي جودي صح هذيك غريسي نعم متعددة المناصب في جناح تلعب في الباك ليفت رايت تلعب في أي مكان جميل جدا أن يكون لاعب متعدد المناصب يعني عندك بديل فعلا يستفيد منه الفريق وتوفق غريسي في هذه الكرة وهذه الإصابة نتيجة منطقية بالنسبة لي أنا لأنهم الغلطات اللي راهم يديروا البيار أعطوا الفرصة للبيار شوف تركا عندهم تقريبا 5 دقائق ولا 6 ما سجلوش ويضيعوا في الموقف هاي يعني. هاي هاوليك المثال ها زيد مسلم في هذه الكرة لبلوشراني بلوشراني محاولة التوغل قول بان او دفاع ثاني تاع المجمع البترولي راهو في المستوى يلعب ايضا دفاع متقدم يعني مستوى مسلم محاولة ربما التوغل يعني يستميت دفاع المنطقة للمجمع البترولي امام هجوم الابيار كرة دائما لبلوشراني على جهة اليمنى فيش لاتيرال كرة كلش لاتيرال الجناح تسترجع مرة اخرى وكانه حتى يعني تسديد الكره ما فيش هذيك القوه اللازمه باش تسدد ما فيش قوه صح ما فيش قوه وهذه راح تكلف اكيد نادي الابيار عديد الاصابات اللي راه يضيع فيها
مسلم في هذا العمل الفردي، محاولة التوغل، ودائما قلت الدفاع في المكان المناسب، ما فيش ثغرات، ما فيش مكان ممكن أنه تمر ويمر منه هجوم النادي الأبيار. إيه بالغلطة من الأبيار، لأنه كلهم يحبوا يلعبوا فردي، كون يدوروا أكثر الكرة تم ممكن تصيب يعني ثغرات، لكن هذا مستحيل في هذه الكرة والتسديدة، ودائما عبد القادر تتصدى لهذه الكرة. خبرة كبيرة لعند عبد القادر سهيلة، هي صمام أمان الفريق، فريق المجمع البترولي، إسقاط لخدمتها، لخبرتها، لمكانتها في مرمى المجمع البترولي. شوف ست أهداف فرق بزاف كثير. كرة دائما بترولية، محاولة منع مرور اللاعبة. والكرة دائما لمصلحة المجمع البترولي. كرة دائما ملعوبة للجهة اليمنى، تبادل كروي في هذه المنطقة، واكيد ستقوم بمحاولة هذا الارتقاء الموفق. اللاعبة رقم 6 حميسي لما ما تلقاش الحلول تقوم بالارتقاء والعمل الفردي، ودائما ما تكون مصيبة في قرارها في مثل هذه الارتقاءات. يعني ارتقاء جميل جدا لهذه اللاعبة حميسي لتساعدها قامتها، واش ضيع يعني نادي الأبيار، واش ضيع نادي الأبيار الآن قامتها الصغيرة وتزيد تهدبها لتحت الفوق طربي الفوق الفوق. فعلا فعلا سي محمد صغير جودي، محمد صغير جودي لما تشوف مثل هذه الاخطاء يعني يوجعك خاطرك. انا نجنن يوجعك خاطرك شيء. يوجعني خاطري والله. اكيد اكيد نذكر انا محمد صغير جودي عندها خبره كبيره هي طبعا. لما نتحدث على الخبره محمد صغير جودي ما نتحدثوش ما نستثنيوش منها نادي الابيار المجمع، لانه جل واغلب اللاعبات اللي راهي الان فوق الميدان على الاقل لعبوا مع بعضهم 5 سنوات يعني حقيقه. هذه هذا ما كنا نشاهده كل موسم، نفس الأسماء يعني حتى احنا نعرفوها وأصبحت معروفة لدى العام والخاص بحكم السنوات اللي لعبت مع بعضها. حميسي في منصب قلت الموزعة على أو تقديم الكرة على مستوى الجناح، تود الكرة مرة أخرى في هذا التبادل الكروي. بدلوا السيستم ديفونس، هم 4-2 حابين يخرجوا لازم يبدلوا شوية، يحطوا لهم مشاكل. نعم. حابين يخرجوا الدفاع من منطقته يعني. وهذه هي سمة المجمع البترولي، عندي عنده قلت لك الخبرة اللازمة واللاعبات اللي يخليه ينوع في أدائه في لعبه. كرة أبيارية لبلوشراني لمسلم، مسلم وهذا الدفاع المتقدم لنادي المجمع البترولي يمنع توغل زلقت هاليونكو. نعم قلت أن كرة اليد من الاختصاصات القليلة ربما اللي ما تحملش أي سوائل على الملعب، مساحة المباراة، لأنه عديد اللاعبين أصيبوا في مثل هذه المواقف. مثلا مسلم للاعبة رقم 9 يلس لودميلا. تاجي عيدة نعم قيصر قامتها خلاها تلعب على الجهة السفلى يعني، وتسدد الكرة بطريقة سفلية أكثر. 3 دقائق فقط سي جودي تفصلنا عن نهاية هذا الشوط الأول. المجمع البترولي 14 إصابة مقابل 7 يعني الفارق إلى غاية الآن هو 7 إصابات والآن 8 إصابات، أكيد راح يصعب نوعا ما من مهمة عودة نادي الأبيار في هذا الشوط، لأنه 3 دقائق صعب جدا أنك تسجل فيها 8 إصابات كاملة يعني بالمستوى تاعهم مستحيل. نعم نقول حتى يعني 1% نعم فعلا. شوفوا في تضييع للكرات، اللاعبة رقم 14 تسترجع هذه الكرة وتعود مرة أخرى ل عايدة باينة بالرجل. عبد القادر سهيلة تبعد الكرة صح طبعا أكيد يعني
احسن من تسجيل الاصابه ويعني تكلفها اصابه اخرى لمصلحه نادي الابيار. الكره دائما للابيار ملعوبه، هذه المره دخول سليماني. سليماني لمن تقدم هذه الكره وهي في مركز الموزعه. شو دخول روح اللي بيت عن بلوشراني، بلوشراني في هذا العمل والدفاع بالايادي والارتقاء في المكان المناسب. ما فيش خطر من طرف البيار لانهم ما يهجموش افقيا اون بروفوندور. سطحيا نقولوا لاتيرال سطحيا فعلا ما يروحوش يعني اون بروفوندور، ما يتعمقوش في الهجوم تاعهم يعني دونك ما كاش دونجي بعاد شويه على ما كاش خطر فعلا. كرة دائما نعم لغريس الهام بعمطار فعلا فعلا. قلت ما شاهدناش الكثير في هذا الشوط الاول مستوى تحت المتوسط نعم اخطاء كثيره من جانب نادي الابيار اكيد كلفته هذا الفارق في عدد الاصابات ويقابله نادي الابيار الذي يسجل نادي المجمع الذي يسجل اكيد تدريجيا يستفيد من هذه الاخطاء ويسجل ويعمق الفارق ويسير نحو انهاء هذا الشوط الاول لمصلحته قبل دقيقه فقط عن نهايه هذا الشوط. كره لسليمانيه، سليماني قلت في منصب الموزعة لبلوشراني على الجهة اليسرى تودي الكرة إلى الجهة اليمنى للاعبة رقم 99 بن سالم يمينة. يمينة بن سالم محتارة في التحاور في هذه الكرة حتى يعني ضيعتها حتى ضيعت الكرة. ثم هذا الهجوم المعاكس للمجمع البترولي مسترجع مرة أخرى من سليماني ملعوبة مباشرة لكن ضيع الكرة مرة أخرى ثواني فقط وينتهي هذا الشوط الأول بعد هذه اللقطة وأكيد الإصابة رقم 17 للمجمع البترولي الذي يستفيد في آخر لحظة يعني في آخر لحظات والمجمع يستفيد من أخطار نادي الأبيار من أخطاء كل ما إلى أخطاء. ماذا يمكن ان نقول سي محمد صغير جود؟ يعني اولا بالنسبه يعني مستوى انا ندور ضعيف كثير من جهتين سواء حتى تاع المجمع البترولي يعني المجمع واش صاب يعني صاب ثغره او يستفيد فارق يستفيد عمرهم ولو كانوا النتيجه كما هذه 10 اهداف بيناتهم صح ابدا صح ابدا نظن بان البيار ما همش خارج 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 المباراه حتى كامل. في نهائي البطوله كان 22 مقابل 20 والكرات تضيع وحتى نادي المجمع البترولي راهو يضيع في مثل هذه الكرات ما لحقتش اللاعبه رقم 13 للكره وينتهي هذا الشوط الاول مشاهدينا 33 خطا نعم ب 17 لمصلحه نادي الابيار مقابل 7 فقط. ماذا يمكن ان نقول سي محمد جودي؟ ما شفناش كثير يعني ما شفنا والو انا شايف فرقة صابت فريق يعطي له المباراة يعطي له المباراة هايلك ما فيهاش يعني ما فيهاش نقاش كاع ما يعني ما فيها لا سيستم تكتيك لا والو في المباراة هذه فعلا مانيش فاهم لا بريباراسيون بسيكولوجيك بالك عند ليكيب ولا واش مانيش عارف مي عمري ما شفت البيار يلعبوا كيما هذه المباراة هذه طبعا. إذا سنعود مشاهدينا الكرام وإياكم مع مجريات الشوط الثاني بين نادي الأبيار والمجمع البترولي في ضمن نهائي أو مباراة الكأس الممتازة في طبعتها الرابعة. نلتقي بكم على التلفزيون الجزائري مع انطلاق الشوط الثاني. ألقاكم بخير.
السلام عليكم، مرحبا، اهلا وسهلا بكم معنا مشاهدينا الكرام. تحيه متجدده مره اخرى نستقبلكم وتستقبلوننا عندكم ضمن مباراه الكأس الممتازة التي تحتضنها القاعة البيضاوية بالعاصمة بين فريقين نادي المجمع البترولي ونادي الأبيار. شوط أول انتهى ب 17 مقابل 7 لمصلحة نادي الأبيار بارتكاب عدة أخطاء نقول من الجانبين ارتكبت. نتمنى أن نشاهد مستوى أحسن ومستوى أفضل في الشوط الثاني. نرحب بك مجددا محمد صغير جودي، مرحبا بك معنا مرة أخرى. كيف سنتوقع الشوط الثاني بين الفريقين؟ هل كل من كريم عاشور وأيضا المدرب مولاي فتح سيقومان ب بالتغييرات اللازمة؟ شوط ثاني قلت بالنسبة للفريقين بين نادي الأبيار والمجمع البترولي. كنا نقول سي محمد صغير جودي، كيف نتوقع الشوط الثاني بين الفريقين؟ يعني الأهلي لا عندهم يعني شوية كما يقولوا قلب، لازم يوريوا المستوى تاعهم الحقيقي الأبيار، لأنه 10 أهداف فرق ماهيش الصورة تاع الأبيار اللي نعرفها أنايا. لازم تغيير في نفسيا وتغريا تكتيكيا باش نشوفوا اذا يعني يحاولوا يبدلوا التغيرات على المباراة. نعم، في هذه الاثناء مجريات الشوط الثاني، كرة لمصلحة المجمع البترولي، حميسي سهام في هذه الكرة. كرة دائما لنادي المجمع البترولي في هذا التبادل الكروي للاعب غريس إلهام حميسي. نشوف بأن البيار غير التكتيك تاعو في الدفاع، هو يلعب على طريق 4-2. 4-2، نتمنى فقط أن تعطي ثمارها وتسمح بتسجيل عدد أكبر من النقاط ومستوى أحسن أكيد في هذا الشوط الثاني للمباراة. نتمنى يعني الان بان في تغيير شويه، كاين تغيير شيء. وكلا الحارستين اكيد تغير سواء من جانب نادي الابيار او من جانب المجمع البترولي. حميسي في هذه الكره محاوله الارتقاء لكن تفضل الجناح الايمن، هي في منصب الموزعة. ونشوف تقدم دفاع نادي الأبيار إلى غاية منطقة هجوم نادي المجمع البترولي، وكأنه هناك استفاقة ولو طفيفة بالنسبة للدفاع. نقول بأن تكتيكيا الأبيار عمل مليح ملي طلع اثنين لاعبات. كريم عاشور شاف نفسه أنه مطالب أنه يغير. لازم يغير. نعم. لازم. حتى يتخلى أو يحط مشاكل اللي شفناها في الشوط الأول. نعم. والنقاط ايضا الان بعد اول اصابه في هذا الشوط الثاني لمصلحه المجمع البترولي. تراج ايمان هي صاحبه هذه الاصابه. سليماني من جانب نادي الابيار، بلوشراني في هذا التوزيع على مستوى الجناح الايسر، تبادل كروي، محاوله الارتقاء لبلوشراني والناجحه في تسجيل هذه الاصابه الثامنه في هذا الشوط الثاني.
مجمع البترولي اكيد سيدخل لهذا الشوط الثاني بنيه الحفاظ على الفارق الذي سجله فارق 8 نقاط سجودي في الشوط الاول، لانه لو سمح لنفسه يخلي المجمع او نادي الابيار يقلص هذاك الفارق يدخل في نفس الدوامه وفي يعني نفس المشكل. باش يوصل يعني 10 هذاك فرق صعبه باش البيار يعني يعوض الفرق هذا، لكن كلش ممكن. سليماني تفاهم كبير بين سليماني وبين بلوشراني على مستوى خط الهجوم، وهذا الارتقاء لبلوشراني محاولة التوغل والحكم يقول مسك. سليماني في هذه الكرة وجه لوجه مع الحارسة، هذه لقطة هايلة، لقطة هايلة هنا طبعا طبعا للاعبة رقم 77 فركتاجي عايدة هي من سجلت النقطة 9 لنادي الأبيار. حميسي للمجمع البترولي لبوكعبان، بوكعبان ثم دراج إيمان، بوكعبان مرة أخرى وسهلة للحارسة بن عبد العزيز. نادي الأبيار أصبح يستفيد من الهجومات المعاكسة ويسجل هذه المرة، أصبح يسجل وما يضيعش، يعني اسمح له أنه يسترجع أنفاسه نوعا ما ويسجل إصابات إضافية. وهي الإعادة للمسك من بن سليماني وأيضا بين بلوشراني، الحكم يقول حميسي تسجل هذه الإصابة بعد خطأ ارتكب عليها. 19 مقابل 10 في هذا الشوط الثاني، وفي انطلاقة هذا الشوط الثاني لمصلحة المجمع البترولي سيجو. لا نشوف بأن بالنسبة للبيار فيه شوية تغير في اللعب، الآن الكرة راهي تدور كثير ويسجل التسجيل. لا لا هنا كان من المفروض يعملوا هذه في الشوط الاول، ولكن المجمع ما لازموش ينوم، لانه يقول خلاص يعني المباراه كملت ما كملتش. عرفوا انه في كره اليد المباراه الى غايه يعني الدقائق الاخيره ممكن انها تقلب الموازين. تقدر تقلب ولا تقدر ممكن. ذكر فقط أن المنتخب الوطني لسيدات للمستويات لأقل من 18 سنة هكذا متواجد في النيجر للمشاركة في البطولة الإفريقية. يعني هل هذا يخلينا سجود نفكر بطريقة مباشرة اليوم في مصلحة المنتخب الأول لسنوات كثيرة ما شفناش، يعني سواء في البنات أو الرجال؟ هذه عندها سنوات وسنوات ما نجمش نشوفوا الفريق الوطني في التربصات، وهذه مانيش عارف. بالنسبه للرجال بدرجه اقل، لانه علاش راهو جا المدرب يعني الفرنسي على بورت رفقه طاهر لابان يشرفان على العريض الفنيه للمنتخب الاول للرجال، داروا تربصين هكذا وراح يدخلوا في تربص ثالث، هذا الاقل يخلينا نتنفسوا شويه. لكن بالنسبه للسيدات راهو يقودهم قرايش رابح هكذا، قرايش كل مرة كتشوفي مدرب جديد. نعم كل مرة مدرب جديد، ما فيش يعني ستابيليتي عندنا في العريضة الفنية. كان المفروض أنا كون كنت أنا اتحادية باش يعني نعطوا قيمة ثاني للمدرب الوطني. ما تجيش أنت كاتحادية تقول نحط فلان، لا لازم فيه تدقيق ونجيب لي دوسيي تاع كل المدربين، كاين اللي يستاهلوا كاين كثير. ماشي بس ما كاينش مديريه فنيه، على الاقل حط تعمل بيان، لازم نشوفوا شكون نقدروا نحطوه كمدرب وطني، الناس يجيبوا الدوسيي تاعهم وتما تقدر تقرر ما هو المدرب الحقيقي واللي يستاهل. يستاهل يكون على العارضه الفنيه ويقود المدرب. يقود المدرب. نعم.
كرة إذا اللي جاي أبا حطيه وحط لا كرة لنادي المجمع البترولي. فهذا أو الارتماء أو هذا الارتقاء وتضيع الكرة لمصلحة حارسة مرمى المجمع أو نادي الأبيار عفوا. كرة لسليمان في الوسط على الجهة اليمنى حاولت التوغل، الحكم يقول الكرة لمصلحة هجوم نادي الأبيار. بن سالم يمينة في هذه الكرة ثم باللشراني، اللشراني وهذا المحاول في هذا العمل الفردي، وكأنه نشوف نادي الأبيار الآن يعتمد كثيرا على الفردي. أحسن أحسن لعب أحسن، هو يلعب أكثر أحسن من الشوط الأول شفناه شاهدنا على الأقل الآن ما كانش يعني فردية راهو الكرة الدور راهو يلعب جماعيا يعني. جماعيا القائم يمنع دخول هذه الكرة للاعبة باللشراني فريال، قابلها هجوم مضاد لمصلحة المجمع البترولي يستفيد من إصابة أخرى إضافية له ويسجل بالمناسبة النقطة أو الإصابة رقم 21 مقابل 11. والحراس في البيار غايبين كامل تماما. نعم بالعكس حراس تاع المجمع البترولي. نعم خروج الحارس عبد القادر هذه ها معاودة تاعهم في الترابير تاعهم ها. نادي المجمع في هذا الهجوم وهذا التقاطع محاولة فردية جميلة جدا جميلة من اللاعبة رقم 86 للمجمع البترولي هند. هجوم للأبياريات عن طريق سليمان، لا لا دور باللوشراني، لا باللوشراني فركاتاجي لا تستطيع ولم تستطيع خرق دفاع المنطقة. اللوشراني مرة أخرى وهذا العمل الفردي موفق في ريال اللوشراني في إمضاء الإصابة 12. شوفوا هنا في صراع كبير، نعم صراع كبير، صراع كبير داخل المنطقة وعلى حدود التسع أمتار أيضا. خروج اللاعبة بكعبان مريم وهي الإعادة نشوف. الحكم يقول كرة لمصلحة هجوم أو ليس هجوم المجمع البترولي، يبدو أنه أخطأ الحكم واختلطت عليه الأمور. نعم لا عليك، الكرة دائما للأبيار باللوشراني لمن لسليماني، سليماني مرة أخرى للاعبة بن سالم، بن سالم تريد التوغل في عمل فردي لكن وللحكم رأي آخر واللاعبة رقم أو حسناوي رتيبة أخذت مكانها مرة أخرى ضمن التشكيلة وعادت للفريق. كرة دائما أبيارية دائما سليماني في تدوير هذه الكرة ومحاولة هذا التبادل الكروي ربما خلق هذا الارتباك على مستوى دفاع منطقة المجمع البترولي. كرة دائما ملعوبة، محاولة هذا التوغل مسترجعة والحكم يقول دفاع منطقة المجمع هو من كانت من نصيبه الكرة واستمر في هذه المحاولة الناجحة ليسجل الإصابة رقم 23، رقم 23 للمجمع البترولي. شوف الخمس دقائق الأولى يعني شفت انا البيار غيروا شويه لكن هم عاودوا طاحوا في لي ترافير تاعهم. علاش سي جودي؟ هل ربما عندهم مركب نقص بالنسبه للابيار؟ لا هي شوف باسكو اغلبيه اللعيبه تاع البيار نشوف نعرفهم انايا
صغريات صغار، لانه عنده ثلاث لاعبات ما لعبوش اليوم اساسيين. لكن هذا ما يخص ما يفسرش هذا الكومبورتمون تاع اللعب يعني، وتاع الغلطات الفضيحه. يعني نعرفوا انه الفريق هو متكامل يعني، ماشي تنقص لاعب ولا زوج يعني، عنده التبديل، عنده البديل. لكن ها شوف زيد باب واحدك فضلت انها تمد على مستوى الجناح الايمن ومرفوعه فوق دقيقتين. الاطار والحكم يقول دقيقتين. اللاعبه رقم 9 من جانب نادي الابيار يلس لودميلا التي تركت مكانها منذ قليل وتسجل هذا الخطأ. 13 يوم بالتعادل في الشوط الثاني دوكا، لا بفارق 10 لا تعادل الشوط الثاني الشوط الثاني 3-3. سي جودي يحسب المرتبة الواحدة العدد لأنه نتيجة رأي 23 مقابل 13 نعم إلى غاية الآن بين الفريقين والتشكيلتين. وهذه المحاولة الفردية للأبيار واللاعبة بن سالم يمينة تمضي الإصابة 14 لمصلحة نادي الأبيار، وكأنه يحاول نادي الأبيار أن يستفيق في كل مرة ويقلص الفارق. جمع البترولي في هذه الكرة فكرة جيدة لكن لم تستكمل. الحكم يعطي بطاقة صفراء لمدرب المجمع البترولي مولاي فتح. يعني حتى الحكام حتى المدربين يعني يطولهم لازم يحترم مهما كان مستوى تاع المدرب لازمك تحترمه اكيد يعني لا شيء فوق القانون. كرة دائما للمجمع البترولي لهذه او هذه الارتقاء او العمل الفردي، والكرة كانت لغريس الهام في هجوم معاكس للابيار، وهذا العمل الفردي على الجناح محاولة التسديد و 7 امتار. الحكم يقول 7 سبع امتار او ضربة جزاء هكذا ضربة جزاء نعم سي جودي انا نقول ضربة سبع امتار سبع امتار و ضربة جزاء يدور في كرة القدم تستعمل احيانا في كرة اليد لما يقولوا ضربة جزاء او يقولوا سبع امتار سبع امتار لازم دركا يغير هكذا كما هكذا اذا يحب يعني باش يكون عنده حظ باش يقدر يلحق شوية ما يخليهمش يلعبوا. ماذا يجب على كريم عاشور الان ان يجري؟ وشنو هي التغييرات اللي قادر يجريها؟ هذا واش قلت لك، الان لازم يغير طريقه الدفاع باش يحط لهم حاجه جديده في الهجوم اللي ما يفهموهاش. فيجيني هم كما لعب دوكا الان طلع اثنين ممكن تصدق صدقات له في البدايه. ها ما هم يرجعوا غريس الهام في هذه الكره والتوغل موفق اللاعب رقم 19 دراج إيمان في امضاء هذه الاصابه. يقابلها هذا الهجوم المعاكس لبلوشراني وتوفق فريال بلوشراني في امضاء الاصابه رقم 16 اكيد مقابل 24. لكن نشوف انه في تقليص للنتيجه بالنسبه للابيار، ويقابله ايضا عوده في النتيجه دائما وفي كل مره للبتروليات. ماذا يقول الحكم؟ شوفوا الإعادة سجلت أم لا؟ لا لا تدريجيا نادي الأبيار أصبح يستفيد من الهجمات المعاكسة. هم رابحين في الشوط الثاني هما الشوط الثاني من لكن ربما التأخر اللي كان في الشوط الأول هو اللي أثر بزاف عليهم هو اللي أثر عليهم أكثر في هذا الشوط الثاني.
نذكر فقط لمن التحق بنا اللحظة أن المباراة هي مباراة الكأس الممتازة بين حامل ثنائية الكأس واللقب الموسم الماضي نادي المجمع البترولي ومنافسه المباشر الذي خسر أمامه الموسم الماضي في مباراة اللقب وأيضا في مباراة ونهائي الكأس نادي الأبيار، وبالتالي اللقاء يتجدد مرة أخرى لثالث مرة تواليا في النهائيات، هو ثالث نهائي بين التشكيلتين. فلمن ستكون الغلبة بعد أن فاز المجمع البترولي بثنائية الكأس واللقب؟ وهل سيتمكن نادي الأبيار من استرجاع ربما على الأقل ينقص طبعا الفارق من الفارق؟ كرة دائما ملعوبة لمصلحة نادي الأبيار. راتبة حسناوي أو الكرة دائما لمصلحة نادي الأبيار، واللاعب رقم 9 يلس لودميلا حسناوي. راتبة لوشراني، لوشراني للاعب رقم 13 قندوز ريم التي دخلت في هذه الأثناء. قندوز قندوز محاولة الارتقاء لكن تجد اللاعب رقم 9 يلس لودميلا، ومحاولة هذا التوغل غير موفقة تماما فيه لودميلا يلس. قندوز ريم لودميلا يلس، الحكم يقول 9 أمتار، 9 أمتار لمصلحة نادي الأبيار. وكأنه نادي الأبيار يبحث على سهلة بالنسبة للحارس، يعني كان ممكن أنها تمسك بالكرة ما تدخلش. نعم كان ممكن أنها تمسك بالكرة لكن الإصابة لمصلحة نادي الأبيار. وهجوم آخر أو نادي المجمع البترولي في حالة الهجوم ودخول سيهام حميسي. سيهام في كل مرة تخرج حميسي سهام تبان يعني مكانها في التشكيلة، تبان الفراغ اللي تتركه اللاعبة في التشكيلة. حميسي أو رتيبة في هذا العمل، وقندوز في هذه الكرة وهذه الإصابة. ست أهداف فعلا، الإصابة التي ربما تمنح الأفضلية للنادي الأبيار الذي يتجه تدريجيا هو الآخر ويقلص النتيجة بعد ما كانت 10 إصابات أصبحت 6 إصابات. يعني نقدر نقول لازم يلعبوا في نفس الطريق هذه. نعم لازم يلعبوا. نقدر نقول كل شيء ممكن، يعني كل شيء ممكن يعودوا في النتيجة قبل 9 دقائق عن نهاية هذا الشوط الثاني والمباراة. 7 أمتار حميسي سهام في تنظيف أو في هذه الكرة وهذه الإصابة التي تضيفها. نعم 27 الإصابة رقم 27 لمصلحة المجمع البترولي. المجمع البترولي الذي يسيطر إلى غاية الآن على ليس فقط هذه المباراة أو لقبي البطولة والكأس، لكن أيضا يسيطر على مستوى البطولة الوطنية بحكم ألقابه بحكم النتائج ووقت راح له الهدف في الوقت المستقطع. وقت المستقطع يطلبه كريم عاشور الثاني مدرب نادي الأبيار. سنستمع لما يقوله والنصائح التي يقدمها للاعبين. Ratiba, tu sors, on fait 4 maintenant, Madak on enchaîne. Attention, les interceptions, n'essaye pas d'intercepter. Maintenant, on n'essaye pas, on a fait un shit match, maintenant on va essayer d'intercepter. D'accord? On reste bien en place, on essaie de récupérer la balle. Qui ne dhlo assist, qui ne dhlo assist, on prend toujours l'aide individuelle. D'accord? Et l'Ukraine, même il a qu'un tsiham arrière gauche, Amina Tchimha, c'est attention qu'ils connaissent les espaces. Donc tu fais attention les débordements. D'accord? Aïe, 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 يعني هل نصائح كريم عاشور ممكن انها تغير؟ تغير قال لهم نلعبوا مان تو مان، وحده نقبضوها في دفاع فردي. نعم ديفونس انديفيديوال على وحده. هنا انا بلاصتو كنا على سونفي لما هوش مولف
يخرج الحارس او يدخل وحده باش يكونوا سبعه في الملعب سته في الملعب. خلي ستنقضي اكيد الدقيقتين وهجوم للمجمع البيطروي على الجناح تغيير الجناح مباشره. هنا غلطه تاع الهجوم هنا يعني دخلت بكتب تاعها كان المفروض يعطي الكره للبيار هنا يعني. حميسي في توزيع الكره على مستوى الاجنحه وعمل فردي لفريد اميره الابياريات تستعيد من الكره في هذا الهجوم. بندوز ليلس مرة أخرى محاولة التوغل دقيقتين علي أخطأ هذا يدل يعني هذه أخطاء هادية أخطاء كثيرة هذه المرة الثانية أو اللي تكون عندها دقيقتين اللاعبة رقم 77 فريد أميرة. بن سالم ويلس ركنية الارتماء الغير موفق نوعا ما. كرة دائما أبيارية رتيبة بندوز ليلس لي بن سالم حسنابي النية كانت في ربما تسديد الكرة الدوران ثم تسديد الكرة مباشرة وكأن اللاعب حسناوي محاصرة تماما في دفاع نادي المجمع البترولي. نقطة الكرة مباشرة وجه لوجه الحارسة واللاعبة غلطة هذه ما تسمحش لدي أميرة. نعم تمضي الإصابة رقم 28 للمجمع البترولي 28 مقابل 21 إصابة قبل 6 دقائق فقط عن نهاية هذا الشوط الثاني والمباراة بين المجمع البترولي ونادي الأبيار. دقيقتين زيد يعني لما تكثر دقيقتين سجودي بزاف الأخطاء العياء اللي تعب هل خمم كنت في زاوية مغلوقة خليها علاش نعمل غلطة ونخوض دقيقتين لانه قليل ما نشوف السبع امتار في مباراة يعني كرة اليد ما نشوفوهاش يعني في كل مرة ولا في كل دقيقة صح كل دقيقتين. يعني شيء ثمين جدا انك تحصل على مباراة وضربة جزاء ولا سبع امتار في كرة اليد صح. حميسي تغيير الجناح ثلاثة دركا ثلاثة جناح واللاعبة تقوم بعمل فردي غير موفق تماما صعب انك تخترق ايضا دفاع المنطقه بالنسبه للأبيار الا اذا قمت بعمل فردي وارتقاء جيد وتكون صاحب قامه طويله يعني صح كما حميسي ممكن انها سدد من 9 امتار او من حميسي لميلودي كرة تسترجع من ميلودي ثم حميسي محاولة التوغل وهذا العمل الفردي والثغرات موجودة في دفاع أو الجانب الأيسر من الدفاع يكلف الأبياريات إصابة أخرى تمنح لمصلحة المجمع البترولي 29 مقابل 21 والقائم ينوب أو العارض نعم لا العارضة تنوب على حارسة مرمى المجمع لا سبعة أمتار لأنه لا الكرة ضربت في يعني في العارضة لكن كان غلطة حسناوي رتيبة هي من ربما تعرضت لهذه الارتماء وهذا السقوط نعم يسارية ولائبة رقم 99 لم تتمكن من تسجيل هذه الإصابة بن سالم يمينة يعود الهجوم مرة أخرى للمجمع البترولي الذي يريد أكيد تعميق الفارق وعملية محاولة القيام بعملية تقاطع غير موفقة
ملعوبة مباشرة وبسرعة لحسناوي رتيبة، لا تنتظرين عودة أكيد دفاع المنطقة، لكن موفقة من جناح الأيسر للمجمع للأبيريات اللاعبة رقم 24 شايب آسيا. الفارق يعود 7 نقاط مرة أخرى بين التشكيلتين قبل 4 دقائق فقط، يعني لو نشوفوا للفارق نقول أن نادي المجمع البترولي هو من يسيطر يعني على المباراة وهو من يسير نحو التتويج، ولو كان مبكرا جدا ذلك، ولو كان 10 أهداف فرق يعني الفوز تاع المجمع يعني واضح يستاهل، لانه الاداء تاعو يعني احسن، اداء احسن 1000 مرة من البيار. البيار راهم يخلصوا الشوط الاول الان، يعني التساهل اللي دخلوا فيه في الشوط الاول والاخطاء اللي ارتكبوها في الشوط الاول. يلس للاعبة قندوز تبحث عن الجناح او الظهير الايسر. فريال بالوشراني وحسناوي في الارتكاز. سبع اهداف الان، يعني الهدف دوكا تاع البيار هو ان ينقص الفارق برضه، لكن الفوز ما يقدرش على باله بلي ما يقدرش. 7 اهداف 3 دقائق ما مستحيل، يبدا يقنع تدريجيا انه مستحيل انه يفوز يعني يفوز في المباراه، لكن على الاقل يخلص غلطة لو كانوا دخلوا في الشوط الاول كما ينبغي كما الشوط الثاني كان ممكن تكون مباراه هائله، ولكن الفرق عدد 10 اهداف يعني خلى المباراه تموت. طبعا اكيد بلوشراني تتفوق في تسجيل 7 امتار واصابه اخرى، الاصابه رقم 23 بالنسبه للنادي الابيار. كرة بترولية حاولت التوغل تعود إلى حميسي، حميسي تبحث عن حل. الحكم يقول محاولة المرور بقوة، ورغم أن الحكم قال ذلك إلا أن الإصابة كانت في مستوى ارتقاءة لاعبة حميسي سهام التي تسجل بالمناسبة النقطة أو الإصابة رقم 30 لمصلحة المجمع البترولي. نشوفوا في تسرع ايضا ربما تخل في عامل التسرع نادي الابيار. تسرع علاش؟ لانه هما يقول لك نقدر يعني نزيد نقص من الفارق، لكن بالتسرع ما تقدرش مستحيل. الفارق تقليص الفارق هو التسجيل وايضا الاستفاده من اخطاء الخصم، ليس يعني تضييع الكرات مجانا وبالتالي يسجل علينا الخصم، فبالتالي دقيقتين غير كافيه تماما لتقليص الفارق. هذا ما اظنه يعني الى غايه الان صح، يعني خلاص خساره يعني المباراه هذه. انا ظنيت كنت يعني نتمنى تكون احسن مستوى. سي جودي لو تشوف على الورق تقول راح تكون قمه، يعني لما تشوف بين قيمة. احسن فريقين في البطوله، لما نشوف الفريقين علاش نقولوا احسن فريقين؟ لانه حتى نتائج الموسم الماضي تقول تشوف المجمع البترولي انهى الموسم ب 34 نقطه رفقة نادي الابيار، تشوف بعده اتحاد اقبو 22 نقطه، يعني فارق كبير جدا بين الانديه الاخرى وبين فريقي المجمع البترولي ونادي الابيار. تشوف ايضا فتيات قسنطينه 18 نقطه، نادي بومرده 17، وجمجم نادي قسنطينه بنقطه واحده، يعني تشوف الفارق ما فيهاش بطوله، ما فيهاش بطوله ما عدا فريقين. وهذا اكيد ما راحش البطوله عمرها بهذه الطريقه ما راح تكون خزان للمنتخب الوطني ابدا. وحتى هذه الفرق هذو لما يلعبوا مع الفرق الاخرى يربحهم فارق كبير، وما يكونش فيه يعني البروغريسيون كما تقول في البطولة تاع الأولاد أحسن، هنا كاين شوية تحكيك. مثلا لما تتحدث على الرجال تشوف المجمع، تشوف نادي الأبيار، تشوف باش جراح نعم كاين في أندية، لما تشوف برج بوريريج أندية محترمة عين توتا نعم مقارنة حتى نادي شباب الرقي
هي أندية محترمة جدا، مستوى متقارب جدا بين ربما هاتي الأندية عكس عند السيدات. ما بقاش كثيرا الوقت، نعيش اللحظات الأخيرة. سجودية النتيجة 31 مقابل 23 نقطة، وإصابة لمصلحة المجمع البترولي ونادي الأبيير يضيع ويستفيد من هذا الهجوم المعاكس المجمع البترولي التي تضيع وجها لوجه مع الحارس، تضيع وجه لوجه اللاعبة لاعبة المجمع البترولي. وينتهي هذا اللقاء وهذه المباراة ب 31 مقابل 23 إصابة. سجودي، ماذا يمكن أن نقول على هذه المباراة بعد تتويج المجمع البترولي؟ نقول يعني بخلاصة مستوى أولا ضعيف، خاصة من طرف البيار. الفوز مستحق لصالح المجمع، لأنه هو صاب يعني الثغرات تاع الغلطات اللي عملتها البيار، هما يعني صابوا الحل باش يفوزوا ب 10 اهداف في الشوط الاول. لكن في تك 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 تكتيكمون يعني ميم حتى بالنسبه للتكتيك ما شفناش يعني مباراه حلوه، يعني فيها دورات، فيها موفمون، فيها ما كاينش يعني كان يعني التتويج مستحق للمجموعه. مستحق 100%. شكرا جزيلا اذا سي محمد صغير جودي، شكرا جزيلا لك وشرف. اقولها مره اخرى انك تتواجد معنا مشاهدينا الكرام، توج المجمع البترولي بهذا اللقب. نكون قد وصلنا الى نهايه هذا النقل الحي والمباشر. شكرا والسلام عليكم. Également pour la Coupe arabe. On aurait aimé jouer la Coupe d'Afrique des clubs champions à Praia, au Cap Vert. Malheureusement, on n'est pas parti par ce problème d'équipe du Polisario, je ne sais pas.